Game of Thrones. المسلسل التلفزيوني الأمريكي Game of Thrones في موسمه السادس فاز بجائزة أفضل مسلسل درامي خلال حفل توزيع جوائز إيمي لهذا العام يوم الأحد، والذي أقيم في لوس أنجلوس. في النسخة 68 لهذه الجائزة، هذا المسلسل الدرامي المستوحى من روايات الكاتب جورج آر مارتن حصد 38 جائزة، فسجل رقما قياسيا في تاريخ جائزة إيمي. كما فاز مسلسل فيب على جائزة أفضل مسلسل فكاهي لهذا الموسم. بطلته جوليا لويس دريفس حازت على جائزة أفضل ممثلة، إنها جائزة إيمي السادسة لها والخامسة على التوالي، ويشكل ذلك رقما قياسيا في تاريخ هذه الجائزة. أعتقد أن فيب هدم الجدار الفاصل بين الكوميديا والسياسة. عرضنا بدأ كتهكم سياسي، لكنه اليوم يبدو وكأنه وثائقي واقعي. إنها تلعب دور نائبة الرئيس لكنها غير كفوءة. حفل توزيع هذه الجوائز تميز بالانتقادات اللاذعة والساخرة التي وجهت للمرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل شهرين على موعدها.